نروح لكرة السلة رجال. مستر أجوستي بوش امبارح كانوا بيلعبوا هليوبلس في مباراة العودة، دايما عارفين في ذهاب وعودة. المباراة الأولى بتبقى كانت على ملعبنا، فوزنا كبار وصغيرين. المرتبط هو الفريق 16 سنة السنة دي، مواليد 2007 2008، فوزنا كبار وصغيرين على صالة النادي الأهلي. امبارح راحوا صالة هليوبلس بالشروق، لعبوا صغيرين وكبار، أيضا الصغيرين مرتبط كسب بقيادة الكابتن إسلام الكيلاني، فاز على هليوبلس، والكبار أيضا فازوا على هليوبلس بنتيجة كبيرة 82-59. بالمناسبة هليوبلس بيمرنها كابتن رامي جنيدي أحد لعيبة النادي الأهلي السابقين، وللعب النادي الأهلي لمدة موسمين. طبعا الماتش اللي جاي خلاص احنا تأهلنا كده لدور الثمانية، هنلاعب سبورتنج. هنلاعب سبورتنج امتى؟ يوم الأربعاء القادم. أول مباراة هتبقى في صالة النادي الأهلي، الفريق الكبير هيلعب على صالة الأمير عبد الله الفيصل الساعة 6، الفريق الصغير أو الفريق المرتبط هيلعب على صالة الشهداء الساعة 4. كل التوفيق طبعا، مهم جدا 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 ان انت تكسب المباراتين الجايين كبار وصغار لسبورتنج، عشان تروح هناك يكفيك فوز واحد تتاهل لدور الاربعه ان شاء الله، اللي هو غالبا هيكون نادي الزمالك. نادي سبورتنج فريق محترم طبعا، رئيس النادي دلوقتي طبعا الاستاذ احمد حسن، وهو احد رموز كره السله في سبورتنج، بيدعم الفريق بشكل جيد. وكان قبله طبعا كريم سرور عضو مجلس اداره سبورتنج، برضه لاعب كره سله سابق. فاذا سبورتنج من الالعاب اللي لها شعبيه جوه نادي سبورتنج. مدير اداري طبعا احمد منير، الايقونه الكبيره يعني، يمكن سبورتنج كان في الان عطله بعديه احمد منير، هم الايقونتين يعني كره السله في سبورتنج. ففريق قوي، فريق عنيد، اتصور المباراه مش هتبقى سهله سواء هنا او هناك. كل ما بتاخد خطوه في دوري السوق المرتبط كل ما الامور بتزداد صعوبه. مرتبط سبورتنج مرتبط جيد، من اقوى فرقتين في اسكندريه. بعد كده ان شاء الله يا رب اذا تاهلنا من خطوه سبورتنج هنلقى بشكل كبير الزمالك. الزمالك هيكون في قبل النهائي، وغالبا هتبقى المباريات على صاله برج العرب. بس خلينا ناخد خطوه خطوه. كل التوفيق لمستر أجوستي بوش. بالمناسبه انا حضرت هذه المباراه، مستر أجوستي بوش شارك ثلاث لاعبين، اثنين لعيبه من تحت 18 سنه بالاضافه لمؤمن طارق خيري في 20 سنه كان بره السكور بس كان مع الفرقه، وثلاث لاعبين على ما اتذكر كان كريم حاتم وكان محمد خيري وكان لاعب ثالث، يعني كان في ثلاث او اربع لاعبين جوه السكور. وبالمناسبه ابتدى باللعيبه منهم، يعني كريم حاتم ابتدى في الستارتنج فايف، بيدي ثقه يعني كبيره جدا للعيب. غريب جدا مستر أجوستي، يعني بصراحه عنده قلب جامد جدا، ما بيدخلش المشاعر في الشغل. هو راجل بيشتغل لمستقبل النادي الاهلي بس، مش عشان يكسب، بيشتغل لمستقبل النادي الاهلي، عايز يعمل امبراطوريه ل10 سنوات والنادي الاهلي يمتلك ده، النادي الاهلي يمتلك ده. طيب خلينا نروح لكرة السلة سيدات، بيلعبوا دلوقتي قبل النهائي مع نادي سموحة القوي العنيد، تاني العرب نادي سموحة. بالمناسبة سيدات كرة سلة هو تاني العرب. بنلعب دلوقتي في هذه الأثناء، المباراة ابتدت الساعة 8 إن شاء الله نقول لحضراتكم نتيجة المباراة. مباراة مهمة جدا، كبار وصغيرين، للأسف المرتبط الصغار خسروا من سموحة، فإذا احنا ما عندناش أي بديل غير الفوز النهاردة بإذن الله على سموحة. الفريق الكبير بيدرب سموحة كابتن عماد محمود طبعا الرايق صاحب الخلق الرفيع، طبعا عندنا في النادي الاهلي كابتن طارق خيري طبعا اسطوره كبيره في كره السله بيدرب الفريق. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله، نعرف نتيجه ونقولها لحضراتكم. مهم جدا نكسب مباراه الكبار النهارده، عشان احنا لم نوفق في الصغيرين، فلازم الكبار نكسب عشان نتعادل او يمكن نبقى طيب برضو كان قبل مباراتنا الجزيره وسبورتنج، الجزيره وسبورتنج كانوا بيلعبوا قبلينا، قبل النهائي طرفي قبل النهائي الناحيه الثانيه. بالمناسبه في مفاجاه، الجزيره كسب سبورتنج، صح كده يا جماعه؟ انا بتكلم سبورتنج كسب، سبورتنج كسب الجزيره في اخر ثانيه، سبورتنج كسب الجزيره ثلاثيه في اخر ثانيه بوند 67-66. فزي ما انتم شايفين ماتشات كلها كلوز جيم. اتصور السنه دي موسم البنات هيبقى موسم قوي. عندك الجزيره عامله فرقه كويسه، سموحه عامله فرقه كويسه واحتكاك جيد، الاهلي بالطبع يعني قطب كبير، عندك سبورت، عندك سبورتنج، فاربع فرق في السيدات. مصر التامين داخله عامله فرقه قويه جدا، الاتحاد الاسكندري بيعمل فرقه سيدات، يعني كابتن محمد مصلحي لم يكفي طبعا النادي الاتحاد فريق كبير في الرجال، ولكن قال لك ليه لا، يبقى عندي كمان فريق قوي في السيدات، وده شيء يحترم. وفي الاخر ده كله ده بيصب في مصلحه منتخب مصر في كل الالعاب، ان يبقى عندك دوري قوي.